تعودت دائما كل ما اطلع من البيت هاي الشغلات بوجهي. انا المريض علي حسين جلود، مرض سرطان بالدم. انا عايش في منطقة الرمال الشمالية بجانب شركة نفطية بريطانية اللي هي شركة البيبي. مدرستنا الابتدائية مع الطلاب الابتدائيين، وشوف الغاز الدخان اللي وراها. هذا عبيس ابو سعد ابن اختي، دائما وين ما اروح وين ما امشي اخذه وياي. شوف هاي الدخان هسه شغله وقف دراجتي هنا. أنا شفت هذا المنظر اللي متعودين عليه، وهاي بيوت الرمالة، هاي الدخان والغازات، هاي كلها جاي تجاه المنطقة. عندما راجعت للدكتور قلت له أنا عايش بهيك منطقة، فقال لي هاي الأشياء سبب رئيسي بهذا المرض. أي شيء ما مستفادين بس الأمراض. هاي منطقة التضحية. راح يتعلق. اريد السيم والكتر وياك الاوراق مالاتي بلا زحمه عليك. انا اسجل اللوكيشن. ماكو دوله بالعالم تضع منشآت نفطيه ومشاعل للنفط بالقرب من السكان عدا العراق. بس احنا متأذين كل الناس، يعني هسه خير من الله. يعني البرميل هسه من كان رصدوه ب 45 وهسه 96، هسه تمرع. وهاي الناس مو هاي بذمتكم، هاي الناس بعد هم خطيه. للاسف ما حد يلتفت لهذا الشيء. كان الله في عونك يا ابو جعفر. انا استعد التلوث البيئي يعني تقريبا من التسعينات اتابع هذا الموضوع. اصبح كثير من الناس المجاورين للمنشآت النفطيه يعانون من امراض كثيره يعني. وهذا دفعني الى انه احاول ان ابحث عن الاسباب. It is the product the world cannot get enough of, and which many believe was the real reason why the United States invaded Iraq in the first place. Little wonder then that the four oil giants, ExxonMobil, BP, Shell, and Total, the original partners in the Iraq Petroleum Company until the industry was nationalized in 1972, are so keen to return. بعد عام 2009 الحكومة العراقية تعاقدت مع شركات نفط عالمية في سبيل زيادة الإنتاج النفطي للبلاد. ارتفع الإنتاج النفطي من حوالي مليون برميل في اليوم وازداد إلى حوالي 4 مليون برميل. هذا الشيء رافق زيادة في الأمراض. Thank you.
الفطور. شو الأخبار؟ شلونك؟ هاي مو؟ أكو نزل ثاني برجيف؟ شلون زينة؟ ما سخنتي؟ فتحي لي حقك شوية. بعد 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 بعد. إي. She is better today. فاطمة فلاح نجم 13 سنة عمر مصابة بضاد الدم اللمفاوي الحاد. بالنسبة للعمر عمرها أكثر من 10 سنوات يعني. وبالنسبة للتحاليل يعني نصنفها ضمن عالي الخطورة. حاليا يعني صار العلاج الكيميائي مو كافي بالنسبة لها، تحتاج إلى عملية تبديل نخاع عظم. وهذه العملية يعني للأسف بعدها ما متوفرة عندنا داخل قطر، تحتاج يعني تسافر للخارج، وبدون هذه العملية شفاها راح يكون صعب. تحتاج يعني وجود مطابق، والمطابق لازم يكون 100% حتى ترسلها. عندك اخوان اكبر؟ كم واحد؟ ستة اكبر؟ ولد لو بنات؟ ستة بنات، أربعة مطابق. كلهم أكبر منك؟ زين، واحد منهم يريد مطابق 100%، مو بس 50. خوش؟ زين أمو؟ أحسن. شميل؟ من اجدرتي؟ من قضاء شبعت. زين، وقاعد تستجيبين وكل زين ناس. قاعدين زوجي. ما زوجي؟ زين 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 دائما اخبارك زين. قمت بس ما امشي رجلي يعني ما اقدر امشي. اي بقت بس ابره واحده وحاطه المده. ها هي هاي شعلات النار نقدر نشوفها من مزرعتنا يطلع منها الدخان. رسمت شوي مشابه ساحب يعني نشوف النهاية. هاي شوية حلوة بس غدا كمل وراك بس قام نكمل هذا المخطط قام نصفر نطلع المدى النقاط قال انت لو تركي لو الحين. ما يتم استخراج النفط الغاز الطبيعي راح يصعد معاه إلى السطح. طبعاً بالإمكان استثمار هذا الغاز لأغراض شتى، ولكننا في العراق نحن نحرق هذا الغاز. وخلال عملية الحرق هذه تنبعث كميات هائلة من المواد الكيميائية السامة المضرة بالصحة، ومن أخطرها مركب البنزين. Benzene is another one of those industrial chemicals that has come into widespread use since World War II. But only recently has it been disclosed that benzene causes cancer. Recently, there's been a lot of information coming out about benzene and its possible cause of leukemia. مسألة النفط في العراق هي مسألة حساسة، لا أحد يرغب أنه يعني يعيق
هذا القطاع، لأنه إنتاج النفط في الحقيقة هو مصدر الرزق الأساسي للبلد بأكمله. كثير من الناس يعرفون بأنه النفط جاي يؤثر على الصحة، ولكنهم لا يملكون الدليل العلمي لهذا الشيء. أنا مجرد باحث أبحث عن الحقيقة العلمية لا أكثر، لكن للأسف هنالك البعض يحاول أن يخفي هذه الحقيقة العلمية. هذه مجرد دراسة صغيرة، ولكني آمل أنها ستحث السلطات المعنية وشركات النفط إلى إجراء المزيد من الاختبارات. احنا الان راح نسوي اختبار فحص كيميائي من خلال هذا التيوب. راح نتركه لمده اسبوعين من اجل قياس مستوى المركبات العضويه المتطايره في الهواء، البنزين من ضمنها. انت الان قد تقدر المسافه بين منزلك وبين الشعله؟ تقريبا اثنين. اي، بينما هي المعايير وفق القانون البيئي في العراق تقول لازم 10 كيلو. بعض الايام يعني يصير عندنا حاله اختناق، نغلق الابواب من جوا، نغلقها نسدها من جوا، ماكل فتحات البيبان جوا نسدهن على مود لا نطلع برا حتى ما نختنق. شنو كانت الرائحه؟ شبه لي اياها. مثل شنو تشبه؟ شلون مثل لايلون محترق وبنزين شيء فوق الدهن. اها، ابنك حسين قلت لي كانت عنده معاناة. نعم هذا موجود، حسين كانت عنده معاناة لوكيميا صارت عنده، يعني خلال اسبوع القلب لونه صار اصفر وصار عنده حتى تورم بالعيون مالته. وطتني المرض حقيقة يعني انغمى علي من الدكتورة خطية، وتأذت هي بوقتها من الدكتورة. طيب حجي ما طلبتوا بتعويضات؟ والله هذا الملف دكتور، انت تعرف الشركات هاي عندها محامين ومحامين قوى، يعني فلوس عندهم ويعطون محامين. قدمنا دعوات، هم ما قدمنا حسب ادعاهم انه هاي هذا الدخان اللي جاي اسمه ما يسبب هاي الشغلات، هم ما يسبب الامراض وما يسبب بالي، بس بدون فحوصات وبدون مختبرات، يعني هم من يومهم يحجون. يعني انا صبي عمري 25 سنه 30 شاب الصيد هنا، ترمى طير ومنطقة سياحية هنا كانت تحولت إلى منطقة نفطية وملوثة وما يقدر يعيش فيها أي بشر. For the people of Iraq, the waters of the two great rivers, Tigris and Euphrates, are indeed the waters of life. Between the twin rivers, so legend says, was the world's first garden. The Garden of Eden. البصرة في القديم وفي أيام طفولتي كانت جميلة جدا. هذا المنظر إذا تشاهدونه كان يغطي النخيل، غابات النخيل، أكبر غابة نخيل في العالم. إذا استمرت معدلات التلوث راح نشهد مزيد من التغيرات المناخية. هذه المدينة ستصبح مدينة أشباح.
هذا عينه بول بول تقول بي شويه وتجيبه هيك تقريبا نص يلا اوكي وتعال جيب لي قول بي شويه وتجيبه حبيبي بسرعه كان يا مس ما شاء الله تارس مسلم لقيت اليوتيوب ترى حكي بيناتنا حتى عندنا بالبيض ضامن بعد اذا تردون عمي نعم الله كفيتو وفيتو احنا ناخذ عينات الادرار من الاطفال لأنهم أقل عرضة من البالغين المصادر التلوث الأخرى مثل التدخين، العمل في المصانع ونحن هنا نختبر نوع معين من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات يسمى بالنفيثول 2 اللي من الممكن أنه يسبب السرطان. We have long known that PEHs can be harmful to our health. Back in the 1700s, young boys were employed as chimney sweeps in London. An alert physician named Percival Pott began to notice that an unusual number of these boys had developed cancer, and he correctly observed that the cancers were a result of skin exposure from all the soot. We now know that the soot is full of PEHs. حبيبتي شعورك بالنونة بردانة ايش قد عمرك؟ اكو واحد عندكم بالبيت يشتغل في شركات النفط؟ لا زي من تطلعين تلعبين هنا كذا تشمين النواد ريحة دخان شي ها؟ تشمين طيب اكو واحد عندكم يشتغل بالنفط؟ ايه عمي امس كلت لك شي مشوي؟ امس ولي شنو؟ أمس دجاج واليوم سمك شوي؟ روح هذا البول راح ناخذه ونحلله زين نفحصه وديه المكان بعيد بأوروبا فحصوه هاي بعد يعني شوية قوية يعني مريضة بس زينة قوية يعني قبل تروح المستشفى تأخذ لها خمس ست أيام تجي لها تأخذ عشرة أيام هيك شيء. السلام عليكم. أهلا وسهلا حياك الله. كيف الحال حجي؟ أهلا وسهلا حياك. شلونك شلون صحتك؟ أهلا وسهلا. أحوالك؟ الحمد لله. ما أدري أنا سمعت إنه صارت عندكم حالة لبنتك؟ فاطمة صار لها سنتين العام شهر الثاني بداية شهر الثاني سخنت وديناها للطبيب فحصل قدمها ثلاثة بعد لازم نسوي لها زراعة تاخذها من واحد يطابخها من اخوانها من خواتها بعدها اللي قاعد نركض بها شيء انتم تشمون غازات هنا في هاي المنطقة دايرة علينا كل هاي النفط لازم تقعد شوف بعينك شوف هاي الجو شوف اي فاحنا هم محتاجين ناخذ كم عينه اي والله هلا بك عليكم السلام اهلا وسهلا ها بس ما بيها منا منا ما تنفع خليها هاي بنين بس هاي نمبر 1 هاي حتى نفحص نسبه الملوثات مال النفط اللي موجودة بجسمك إيه قاعدة رايد قبل عشوة قبل بالشهر يجرها مرة حسا قاموا كل يومين يوم الثالث يجرها وقامت ما تأكل وخشمها ينزف قام واحد يحترق شوف ابنه قدامه
مريض مثل واحد مشتعل بنار وما يقدر يطفيه. الحقيقة أن ارتفاع درجات الحرارة في العراق هو أسرع بمرتين من المتوسط العالمي. هذه المشاعل تطلق غاز ثنائي أكسيد الكربون، وعندما لا يتم حرق هذا الغاز بالكامل فإنها ستحرر غاز الميثان أيضاً. التقديرات العالمية تشير إلى أنه ما بين 30 إلى 50% من ارتفاع درجة الحرارة عالمياً يعزى إلى انبعاث غاز الميثان. The leaders gathered at the COP26 climate change summit in Glasgow have made some bold commitments. Around 100 countries have already signed up to cut the potent greenhouse gas methane by nearly a third by the end of the decade. COP26 wasn't the first time that the world came together to try to tackle methane emissions. In 2015, there was a pledge between governments and oil companies to eliminate routine flaring by 2030. But since that first pledge, there's been no reduction in Iraq's flaring. We wanted to find out how the big oil companies that work in Iraq were calculating their climate impact. None of them are being clear about their flaring emissions. Under industry rules, they don't have to publish flaring emissions for what's known as non-operated fields, even when they're the lead contractor and when they make a lot of key decisions. In order to find out how much is being hidden, we had to get hold of satellite data and crunch the numbers. منطقتنا مثل المقبرة أو المهجور. أهل المنطقة يسمونها المقبرة. من رحنا ملعب الزبير. هاي قبل لا تمرض. نبايا تمرض. انت ضعيف هنا. هاي بيها والله ايام. ضعيف؟ يا اخي ايام كارثة شو الوجه شلون صار. وين قد متغير؟ هاي ورا الدراع حاجب ماكو. حتى حواجبك طايح. ليه قاعد يجي هنا؟ تفضل قاعد ياكل وانا جوعان. حتى مسكها هذا قلم لا هذا قلم بالمستشفى اي تركيا اي عملية شاف اول ما يطلع ما ادري بالدنيا شنو ما شنو الله يسعدك يعني كل هالجرع بقى عايش أني صادفت مرة كان وياي والدي كلش يعني طه بوالدي خذاني للعيادة الدكتور وأني متكي علي فبنص الطريق قلت لأبوي بعد أنا هذا حدي سلمنا على أمي بعد أنا انتهيت فدكتور حاولنا على المستشفى رأسة باليوم يموت صف على واحد زين على معنا شو صير معنا ويات أنا أتوقع يعني بذاك اللحظة من يموت هذا الشخص يموت على أنا فقدنا بسبب هذا المرض بصراحة العمل في العراق متعب ومحفوف بالمخاطر احدى المرات كنت في الحقل في الميدان يعني قريبه من الرميله من اجل انه اقيس مستويات تلوث الهواء وبعد لحظات شعرت بانه سياره تتوقف خلفي وينزلون من عندها اشخاص طلبوا بطاقتي التعريفيه استجوبوني قالوا لي شنو جاي تسوي هنا رفضوا انه انا اكمل اجراءات القياسات مالتي اعتقد كانوا من الامن الوطني
حقل الرميلة أكبر حقل في العراق وثاني أكبر حقل في إنتاج النفط في العالم كله. هو يشكل عصب الاقتصاد العراقي. هي السيطرة. احنا الان في منطقة الرميلة منعون وصول الباحثين الى هاي المنطقة حتى ما يشخصون حالات التلوث الموجودة فيه. علي شلونك؟ شلون صحتك؟ يا اهلا وسهلا. لا تنوعك اي علي، شنو كان نوع السرطان اللي كنت تعاني من عنده؟ انا عندي سرطان بالدم. نعم. وهواي عندنا بالمنطقه مصابين، وهواي اكو بيهم متوفى، وهسه اكو بيهم عايشين جاي يعاني من المرض. واحنا بالمنطقه تحديدا منطقه الرمله ما حد يحكي، بس يحكي يقول لك انا اخاف، والله اخاف يشيلوني. زي من تطلع تلعب مال النفط؟ كلهم جاي يشمون. شكرا حبيبي عباس. عباس اي عافيه، اقعد هنا. عباس قد عمرك عمو؟ ها 16. قد ابو تقريبا ها 5. خلصنا، شكرا لكم. يلا بس توكل على الله. يلا الآن علينا أن ننتظر. يوم جديد، يوم حلو متفائل به. أنا دائما كل ما استيقظ أقعد أشوف الحديقة، أسقيها ماي، أداريها، أزرع بيها. وهاي بمبرة شتلتها هنا، وعندي هاي النخلة جبتها فسيلة وزرعتها، وعندي هذا الورد الحلو. بعد ما تركت الدراسة بسنة 2017 على ما تعالجت ورجعت عافيتي الحمد لله، فصار عمري ما يسمح لي أن نرجع للدراسة، فسويت مكتب صغير داخل الرميلة بمساعدة والدي وأقربائي. هسه وصلت لمكتبتي. هلا أهلا، شلونكم؟ هذا حيدر أخوي، وهذا حميد. أبو الجبن شلونكم؟ شخباركم؟ شو سويت أنا بمكتب مالتي؟ ها؟ أنا عابد على اطلع برا، هذا اخوي بدون هاي الافلام. يلا طلع برا، عندي شغل. شكرا لكم. طلع على الوالد وين ما شاء الله. اي تدلل اكو جالكسي ايفون تايب سي، جالكسي اكو بلفين، اكو بثلاثة، اكو بخمسة. وهواي بعد ما تعالجت وتشافيت هم رجعت طالبت هاي الشركات انه انا انصابيت بهذا المرض بسبب النفوط وشي، هل لكم يد العون تمدوا لي؟ ولكن للأسف ماكو أي استجابة. هاي
نسجل المكالمة؟ خليه، وإذا ذكر اسم ممكن ينقطع بعدين، تمام؟ لا لا لا، ما أذكر اسمك. أوكي. لأن هل كان أكو شكاوي من الناس اللي ساكنين بالرميلة؟ شكاوي مستمرة، لكن ماكو أحد من يسمع هذه الشكاوي. اللي جاي يصير موت بطيء. البي بي مو جايين يهتمون بهذا الموضوع، فهم ما يهتمون، يهتمون بالسلامة اللي سبب المشاكل الآنية، حريق يسبب قتل الناس الموجودين، موظفين عاملين بالحقل، هذا هم اللي يتخوفون من عنده لأن سمعة شركة البي بي. يعني 12 سنة ما غيروا شيء بالتصميم، بقى كما هو. راح تلاحظون أنه دخان الشعلة سودة وما جاي يصير حرق كامل للغازات الخارجة من شعلة الحرق. أسوأ هو البي بي، وكأنه البيئة ماتهم هم لأن ما راح يستفادون منها شيء. Take a look at this line in BP's report. It's their official flaring emissions figures. It clearly shows a downward trend. BP has pledged to end routine flaring by 2030, and to investors, it looks like they're doing really well. Many of the senior managers at Rumaila are BP or ex-BP, and we've learnt that BP effectively calls the shots. But the official operator of the field is the Rumaila Operating Organisation. BP is the lead contractor in this consortium, working with the Iraqi government and a Chinese oil company. Unlike many consortiums, none of the oil companies involved in this project report flaring emissions figures. We had to get hold of satellite data to find the truth. BP's annual flaring in 2021 across the whole world stood at just 4 million tons of CO2e, and that's misleading. Because if Rumaila was included in those figures, they will be doubled. BP is concealing the true scale of its flaring emissions from the public and from investors. السلام عليكم. اليوم تظاهرات أبواب الرميلة مطالبة بالتعيينات. هاي الشباب العاطلة، وبعد وبعدك هواي الشباب عاطلة. أيست من الطلعة، منع المراكب من الخروج والدخول للرميلة الشمالية. أريد حل شنو؟ هي الكهرباء ما نتوفرها، يعني انت بتقنعني انا ابن البصره ان البصره بتنتج لون برميل نفط يومين حتى على الكهرباء؟ يكون معنا الكتل، مستعدين نفتر واحد لعلمه، على مود الشعب. زين لان طقت رواحتنا، زين وهذا حد. انا اقول لك شغله بس. زين وهذا وجه طالع عمي، الشيردون يسوون العقول وحسن. بدلاً من حرق هذا الغاز، يمكن استخدامه لتجهيز المنازل بالطاقة كما هو الحال مع بلدان أخرى، ويمكن لاستثمار هذا الغاز أنه يوفر ما قيمته 2 مليار دولار سنوياً للعراق. استثمار هذا الغاز يمكن أيضاً أن يحل مشاكل العراقيين ومعاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف، وخصوصاً في مدينة البصرة التي يصل فيها درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية.
في شيل نعمل مع شركائنا المحليين لاستثمار الغاز المهدور، الغاز اللي ممكن يولد الطاقة الكهربائية للعراقيين. خلي نبني مستقبل أفضل سويا، خلي ننطلق. I was working in the region for 5 years, maybe six, and I was working between Iraq and the UK for BP. Shell needed the companies who ran the oil fields like BP to provide them with gas that otherwise would have been flared. Fundamentally, you had this conflict of interest. Because Shell required BP to provide the gas at a higher pressure in order for them to capture it. But if BP increased the gas pressure, this would reduce oil production, which is what they get paid for. So in simple terms, high pressure would result in more gas being captured, but less oil being produced, and therefore less profit for BP. What you have to remember is that BP exists to make money and then create value for shareholders. And so for them to take decisions which might reduce gas flaring, but at a cost to the company, that's something an executive would struggle to do. هذا توفت بي أقول شخير شيء وتقول أنا ما أموت ما أموت يجون يقولوا لها شنو تردين ذول المساعدين كلهم أريد بس أطيب كل شيء ما أريد بالمستشفى وشوف جماعة الطفال يموتون ياما هي ما لها غرض يعني كلش يعني الآخر يوم هي يعني قوية هي آخر شيء بالعناية بعد استنتحت بالعناية خذوها المغرب وظلت بس أنا وياها بالغرفة أقول لك بحضني وهذا الجهاز مع دقات القلب ووقفت شوية شوية على كيفه وقف قلبه مثل كل مرة وياها انتم اليوم انا منتظر بفارغ الصبر توصل لي نتائج الفحوصات اللي اجريناها صدق كذب Hi, Professor Frank. Hello, Dr. Sukri. Pleased to meet you. ما هو رأيك العلمي وتفسيرك وتحليلك للنتائج؟ If I just look at the benzene data, we're seeing values from, you know, 3 up to 9.6 micrograms per meter cubed. And immediately that causes some worry to me. The WHO, for example, it has said that there is no safe level of benzene. Longer term exposure has been linked to the development of certain cancers, such as acute myeloid leukemia. يا ريت المعنيين يسمعون هذا الكلام يعني. I mean, what you have here is very interesting pilot data. So this is really a strong signal to me that says better
monitoring and time and space is required. I would have hoped that the oil industry, which is benefiting from extracting the fossil fuels, that should be a responsibility of those companies. Good morning. أحب أن أسمع رأيك هنا دكتورة مانويلا بخصوص عينات الإدرار. Despite the small numbers, you can see a significant correlation. The children, they have strikingly high levels of metabolites, of PAHs in their urine. From Subair, there are 5 children that have elevated levels. From Kurna, there are 6 that are elevated. From Huer, there are 4 that are elevated. And then from Rumela, all of the children sampled there have high levels. 70% of the children that you sampled have high levels in their urine. What we know in general about PAHs is there's definitely been a number of studies that have looked at cancer associations with early exposures to PAHs. That's certainly concerning for their own health and suggests that they should be monitored closely. كنت دائما يتراءى لي بانه اطفالي ايضا ممكن يصيبهم المرض مثل ما اصاب هؤلاء الاطفال لانهم يعيشون في بيئه ملوثه مليئه بالسموم والغازات. ابو جواد احنا مثل ما وعدناك جينا حتى حيطك علم بالنتائج. نسبة البنزين اللي هو واحد من المركبات النفطية السامة اللي موجودة في الهواء كانت في منزلك بحدود 2.7. طبعا هذا معناته قد يعادل انه استنشاق 20 سيجارة خارج المنزل في اليوم الواحد. هنالك عدة مصادر ممكن انه قد يكون كثافة مرور السيارات او المدافئ، ولكن احنا حرصنا انه من ناخذ العينة في منطقتك اللي هي منطقة زراعية مفتوحة قليلة السيارات. تخوف حتى عن السكن مالنا، احنا نخاف على اطفالنا من حدوث امراض، واحنا صارت عندنا مشكلة يعني سابقة على اثرها يمكن مال تسيير. فالشغلة مقلقة ونحاول يعني قدر الإمكان أنه نرحل من هاي المنطقة. لقينا بيها نسبة مرتفعة من البنزين اللي هو أحد مركبات الفليارات هذه، يعني تقريباً 7.9 مايكروغرام. وإحنا ضالين ندفع الثمن. ايوه احنا يعني شنو؟ احنا جايين ندفع الثمن بالنسبه لهذا الدخان وهذا الضيم اللي هو من الشرايك النفطيه. احنا خذينا عينات من 10 اطفال. من بين العشره 7 وجدنا من عندهم ماده النفتالين مرتفعه جدا. احنا اللي اريد اقول لكم اياه انه ما اجريناه هو مجرد عينه من سلسله يعني عينات. يعني يفترض انه الجهات المعنيه تتابع هذا الموضوع وتقوم بالتحاليل بشكل مستمر. انتم حلولكم يعني زين، النتيجه شنو؟ اكو في النيه انه ينعقد تجمع لكم انتم يعني العوائل اللي فحصنا عندهم، نقيم تجمع في احدى المناطق في منطقه نهران عمر ونحاول يعني نقترح لكم الحلول المناسبه. انا اسف احمد، اعتذر من عندك هواي. الله يسلمكم ان شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله. انا هاي خايف من انه هاي اللحظه يا اخي، ما حزينه ما شفت اللي صار بي يعني، ومن الصعب يعني على اي اب على اي ام انه تبلغيها بانه احد ابنائهم مصاب
بالمرض أو احتمال الإصابة بالسرطان في المستقبل. احنا كنا نقصد انه نكشف مركب البنزين اللي موجود بالهواء. الصراحه كانت النسبه مرتفعه. هي معلومه. وهاي مريضه مده بدنا نوديها مره بطنها ما ادري شنو وعندها حصوه وعندها رمر. الحل احنا شو نسوي بهالحاله؟ يعني انا مهمتي انه احذركم انبهكم اوعيكم. احنا نعرف يعني احنا نعرف كل واحد يعرف هاي الشغلات يعرفها. الدخان هاي النفط هاي مضر بس الحل شنو؟ نريد الحل. الحل شو راح نسوي يعني؟ حل الا الدوله تسد هذني تفكنا من هن تسويهن. جمعت هاي الشهايد الفيات والتقارير الطبيه. الله يحفظك الله يخليك. انا اعرف انه انتم معظمكم عوائل منكوبه وصارت عندكم اصابات ووفيات وناس مفجوعين فاحكوا لي واسمع من عندكم يعني. انا ما يخالف. زوجتي ما يخالف. تمام بالبيت، تمام منزل انا كل محافظ عليه. شلون اقدر انقي الجو هذا؟ وانا كنت ضايج على اهلي اكثر من ما ضايج على نفسي، مرات قلت خل اموت احسن ما اعذب اهلي. يا دكتور الناس وصلت حاله الى ان الحق عقيم بحيث ماكو حضور هسه شوف ترى الناس اللي حاضره هيك اجت ولا ماكو حضور ما حد يحضر الناس عرفت. جزاك الله خير بس احنا ناس وانت مركزين ضوء على امراض السرطان بينما اكو عندك ربو عندك اختناق عندك توقف كله عندك ماكو حتى الجو التنفس الجوي يختلف زين تجي لهنا دي جاي تقتني. بما انه اصبحت الان نتائج يعني مقبوله نقدر نقول عنها بين ايديكم ممكن انه هذه تفيدكم في قضيه القضاء ورفع شكوى رحت لابو البيبي قلت له يابا قدموا له معامله جونا جماعه جانا اعتقد مرشح قال هو هذا الجو مال العراق هو هاش يعرفون شنو جاي يصير يسعون الى ايقاف حرق الغاز قلت تو جماعه يعني هو لو الغاز ما يحترق ما تصير هاي احنا المشكله هي بدائل يدور بدائل يعني فاحنا نريد من عندنا يخلون هاي الشركات يسحبون الغاز اريد انا شيء جذري جذريه ماكو جذريه بالعراق ماكو مستحيل اشوف هاي الدوله وهذا النفط نقمه اجى على البصره ما جاي على النفط لا النفط اجى علينا هو النفط هو اللي اجى علينا يعني المسؤولين اللي موجودين بالمحافظه كانه مو مسؤول ويجيك ببساطه ويقول لك شيل يا ابي اشيل هي شيلي بيت شعر انا واشيل يعني انا ابا مع جدا وين اروح انا؟ شنو الاسئله؟ شلون بيئة حلوة عندنا؟ وجهنا كافة شركات التراخيص العاملة بالحقول النفطية الاعتماد كافة القياسات والمعايير الدولية في مسألة تقليص انبعاثات الميثان بالاتجاه. وهذا خليناه ضمن خطة التطوير والمفروض الشركات الغربية تحترم هذا الشيء أكثر من الآخرين. On the subject of gas flaring, communities in Basra have reported high levels of cancer, especially leukemia among children living near the oil fields. 2017 وزارة النفط كلفت أو شركة نفط البصرة آنذاك أو نفط الجنوب آنذاك عفوا كلفت دائرة صحة البصرة حول إعطاء تقرير عن أسباب ازدياد أمراض السرطان في بعض المناطق في البصرة. التقرير كان نتاجه اللا علاقة للاستثمارات النفطية في زيادة نسب السرطان لدى المواطنين في محافظة البصرة. استخدام الوقود الهيدروكربوني نعم جزء من المشكلة لأنه عندنا بالبلد أكثر من 7 ملايين ربما سيارة ولكن لا يشكل الجزء الأكبر. We found it very difficult to access any figures on pollution monitoring in Basra, and so we carried out our own study
in which we measured the levels of benzene in the air and the levels of PAHs in the atmosphere. نسبة البنزين بالهواء كلش عالية بسبب نوع المحركات المستخدمة. I'll just tell you a few of the figures that we found. So in BP's Romola, we found benzene levels of up to 3 micrograms, and we found dangerously high levels of PAHs, including up to 8.77 micrograms of 2-naphthol in one child that we sampled. حقل الروميلا هو تحت إدارة بريتش بتروليوم وهو المسؤول عن كافة القياسات البيئية والصحية بهذا الحقل. راح نطلب تقرير بهذا الاتجاه للتأكد من نسبة البنزين ملغرام بير كوبك متر، فإذا فعلا هنالك عوامل خطر من هذا الشيء فبريتش بتروليوم شركة النفط البريطانية مسؤولة عن إدارة هذا الموضوع وأنا راح أدقق بالموضوع. كلها منتظر الهلال ماكو هلال ماكو عيد اول الدين هلا عبوسي شلونك هلا عنون شلونك كل عام انت بخير اتمنى بالمستقبل انه هاي الشرايك تروح او توخر هاي الانبعاثات الغازيه حتى الاطفال تعيش بسلام والشباب طماطم باذنجان بيجي